بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اسمي إلياس والفرق بيننا ا و اي ينادوننا الالم. نحن من طلاب مشروع الشفيع في قرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. اسمه لنا أن ننبئكم هذه الفقرة. ضيوفنا الكرام، عليكم السلام والأنوار والمسرات والرحمة والبركات. حفل الشفيع الأول بالنور يتكلل، فروحنا بكم يتواصل ومعكم حياتنا أجمل. ضيف الشفيع هلا يا خير من وصل، هللتم القلب وسكنتم المطلا. فرح الشفيع بكم وازدان واحتفلا، طبتم وطاب سعيكم، اهلا بكم مرحبا بكم. زفيتم الحفاظ كرمتم الخريج، هد السرور فاض وفوح الاريج. في قريه شيخ الصباح طاب النجاح والنور لاح والخير والفلاح. صباح احببناك، شفيعنا حياك، لولاك بعد الله ما اشرقنا في حفله لولاك. ونبدا الترحيب بشيخنا الحبيب الخالد القصار، من نور الديار ومن سقى الثمار بخيره المرار. يا خالد القصار عشت خالدا، يا اكرم الناس واسقاهم يدا، اسست مشروع الشفيع ها هنا فصار صاحب شابخا ورائدا. اهلا باوفى مستشاره، هديه قد صارت مناره، بالخير والانوار اقبلت نورت يا امه شرفت. لك التحايا يبتسم لي تحيه للهيئه الخيريه الاسلاميه. من خيرها شفيعنا ارتوى، والزرع طاب اليوم واستوى، والعم عبد الواحد بحر العطاء الرافد. الزايد زاد طوله، يا ربي جد عليه وارحم ابنه واعطيه ما يريده. ابن زوير حمد بالخير والنور وفد. اهلا اعز واغلى ضيف، اهلا اعز واغلى ضيف، حبيبنا وليد السيف، خير من جاء ونور الارجاء. إنه المدير العام ولي عبد الأعلام، كل الشكر والتقدير لجمعية النور ومديرها القائد ولي بن خالد. أهلا بحضرة سفير عبد الغني الشميري، سفير دولة اليمن، قلوبنا له وطن. أهلا بأكرم وافد عبد العزيز الزايد، والشكر يملا الوجود لمن عطاؤها بلا حدود. العوني عبد الله، الخير في رؤياه والجود في يبناه. فرحي وابتهاجي بهدير ابنة ناجي، وشكرنا الجزيل لامنا هدير. ختاما سلامنا الى الكويت، وشكرنا الى الكويت، وحبنا للكويت. اميرها واهلها وشعبها كانوا لنا حبا وقلبا. هم للشفيع دارمين ونوره المبين وكنزه الثمين، قد اوصلوه مشرقا للعالمين، شروقه هنا على وجوه الحاضرين. واخيرا انظر ما قال ولا تنظر من قال، والسلام